المشاعر اليوم الساحه السياسيه في تونس نجم نقولوا اللي بعض الموازنات بدات تفقد معناتها حزب المؤتمر من الجمهوريه اللي كان معناها ثاني اقوى قوه في البلاد اليوم مع الاستقالات ومع الاقالات خلينا نقولوا ما عادش نفس الوزن. انت من موقعك معناها كان في المجلس السياسي كيفاش ترى مستقبل المؤتمر بحكم انك المؤتمر لم يعد يهمني مستقبله، والذي يهمني هو مستقبل الحزب الذي سأؤسسه. لا 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 استدعوه من طردوش، لا استدعوه من طردوش، لا استدعوه من طردوش، فما بورت بارول لا استدعوه من طردوش، فما الناطق الرسمي باسم الحزب يتكلم، لا استدعوه هو قاعد يتكلم ولا تفضل برا. احنا مانيش شوشو عليه، تفضل برا مانيش شوشو عليه، تفضل البرا. لا مش متفضل، لا فضلك تفضل برا، نحبكم تزولوا تعطوني، لا لا مش حد ما لاني قاعد هنا، تفضل تكلم البرا. انا قاعد هنا، اعمل انترفيو تاعك، لا لا ماكش المؤتمر، ماكش مؤتمري، هذا مش مؤتمري، هذه جلسة، هذه جلسة افتتاحية وارش تقول ايه تكلم من برا، هذه جلسة افتتاحية محلولة للعموم، وقت اللي تشوف الجلسة هذه مروح انا مانيش قاعد. يبارك فيك، نتكلم باسمك، باسمي باسم المؤتمر، لا باسم الطاهرة هميلة، الطاهرة هميلة مستقيل من المؤتمر ولا يعني شيء من المؤتمر. كيف مستقيل تكلم من برا؟ وين برا؟ لا هذه السالة، هاي السالة الأخرى اللي داخل. كيف مستقيل؟ هو اللي جمد لك عضويتك بالله، جمدنا له عضويتك، المؤتمر هو اللي جمد له عضويتك، جمدوا لي عضويتك، جمدوا لي عضويتك، طردوني، فصلوني، اختاروا، اتفاهموا مع بعض، جمدوا عضويتك، اتفاهموا مع بعض، اتفاهموا مع بعض. لسبب عم تاهر فيز لسبب لسبب عدم الاتفاق على الشام الطاهر امينة والطاهر امينة ولا ما عجبوش الطاهر امينة يقدم قضية مفضل الطاهر امينة والطاهر امينة هذي حتى مش تبقى شوية نظام إذا كان هذو من الناس هذو ما عم الطاهر هذا ما تشوش عليهم ما تشوش عليهم الكاميرا ما تمسيش ليه عاد خويا 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 راهو وراس خويا راهو فما حوايج ما تجيش اخدم على روحك ربي يعاونك مالك نوسع بيلي على الاخر هذه ما تتمسش انا على معار الله يرحم والديها ما هذه ما تتمسش شكون خاطر قاعد يمين حريه التعبير نحكيو على الناس كلها بس توبي المؤتمرين الداخلي عايش فما حد سيء فما ليكش فما بذل فما انسان كان موجود هنا بسيفته مستقيل من الحزب ولا مطرود اموره مش قلت انا نعمل معاه في انترفيو من ابل من ابل جديات الاحترام ما تجيش بس في كاميرا عملت انترفيو وانا واقف وكملت نسبت البروبليم واحد كملت ومن بعد زاد كملت الانترفيو شكون حاج البيت مع انترفيو سيك على نظام التنظيم دوي الياس من لجنة التنظيم كانت صارت واقعة قبيلة شوية اللي كنا واقفين نعملوا في انترفيو مع ستارة ميلة ودخل شكون من لجنة التنظيم وقال علينا صحافة عار وبدأ معناتها على أساس حاب يسكر الكاميرا بالنسبة لكم أنتم كموقف رسمي بالنسبة لك أنت اللي تمثل لجنة التنظيم بالنسبة لي أنا كمسؤول على لجنة التنظيم نقدم اعتذاري باسم لجنة التنظيم على لاكت اللي صار احنا في المؤتمر من اجل الجمهوريه مع حريه التعبير ومع حريه الصحافه وامبوسيبل باش نقبلوا كيما هكا
وانا نوعد كونه السيد هذايا باش يتم اليوم اقصائه من لجنة التنظيم. هذايا ما فيه شك بما انه يعني ثم شهود رات الحكاية هذايا وجات اكدت لي الحكاية، دونك انا كمسؤول باش ناخذ موقف منها، ومرة اخرى نجدد اعتذاري بالنسبة لكل صحافي يقوم الاعتداء عليه.